طبعا هو ده حال النجوم، حال النجوم الكبار. كابتن محمود الخطيب من الناس النجوم اللي هم يعني تركوا علامه بارزه في قلب الكره المصريه بشكل كامل، سواء بدايه ما كان لاعب وهداف ومحبوب من جماهير الكره المصريه بالكامل وليس الاهلي فقط. ف ده امتداد طبيعي ان انت بيبقى اللاعب اللي هو الموهوب الهداف دوت بيتحول يا اما بيبقى مدرب او بيتحول للجانب الاداري. كابتن محمود الخطيب تحول اكتر للجانب الاداري وتولى مناصب اداريه كتيره من نائب رئيس النادي وتدرج من عضو نائب رئيس النادي حتى وصل لرئيس النادي الاهلي. فطبعا النجم المحبوب ما حدش بيختلف عليه، دايما بيبقى كل بيحاول ان هو يحافظ على صورته ويحافظ على طريقته وادائه وعلاقاته مع الناس وشكل العلاقه عامله ازاي. فده طبع النجوم كلهم في كره القدم بالذات، ودايما النجوم كلهم بيبقوا بيحاولوا يحافظوا على المنطقه دي يفضلوا فيها بشكل كويس. فطبعا كابتن محمود خطيب من الناس اللي قدرت تنجح في دوت ومحافظه على قوه علاقاتها وعلاقاتها بالجمهور ومدى حب الجمهور ليها.